نرحب بالحضور الكريم رجالا ونساء باسم ملتقى التقدمي الأسبوعي لنناقش أحد أهم المواضيع، ممكن نقول موضوع الساعة حتى، اللي يعني له علاقة باللي نطلق عليه الوحدة الوطنية، يعني اسم اللقاء مواقف ومحطات في الوحدة الوطنية. طبعا في عندنا ثلاث منتدين، الشخص الثالث اللي هو فؤاد سيادي في الطريق لحين ما وصل، مبندين عليه الإشارة، مخلي الإشارة حمراء بالعمالة ماري ليش. المهم يعني الأخ فؤاد بننتظره، وعندنا الأستاذ عبد الرحمن الباكر رئيس جمعية جود التجمع الدستوري، والأستاذ الرفيق فاضل الحليبي نائب الأمين العام للأمور التنظيمية. فليتفضل نبدأ بك ولا عبد الرحمن فاضل؟ تبتدي فيني يعني؟ محسن. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. أوكي لا؟ أخوة الأخوات كرام، سعد الله مساكم بكل خير. في البدء أتوجه بالشكر والتقدير إلى أخي وزميلي الأستاذ خليل حسن الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي على منحي هذا الشرف بالجلوس بينكم، متمنيا أن تكون أمسيتنا إحدى الحلقات المستمرة لمسيرتنا النضالية بالحفاظ على الوحدة الوطنية. والتقدير والثناء موصول لكم لحملكم الهم الوطني، وما حضوركم الليلة إلا خير دلالة على أن هاجس الوحدة الوطنية هي إحدى المرتكزات الوطنية التي جميعنا حريص على المحافظة عليها. أنا بطبعي متفائل في حياتي، وفي نظرتي لموضوع الوحدة الوطنية هي دائما نظرة متفائلة ولا خوف عليها. عندنا في البحرين الحمد لله لدى الشعب البحرين بجميع مكوناته وطوائفه ومعتقداته وانتماءاته الفكرية قيادة وشعب، الإحساس الطيب اتجاه الواحد إلى الآخر، والوعي الذي توارثناه أو توارثته أجيالنا منذ عصور مضت. لمسنا هذا خلال سنين ونحن نعيش ضمن وحدة وطنية تجمعنا في كل أمور حياتنا، ولم يحدث ما يشق هذه الوحدة التي توارثناها من الأجداد والآباء، وبعون الله وسوف نورثها إلى أجيالنا القادمة، وسوف نحثهم على التمسك بها والنضال في سبيل الحفاظ عليها مهما كان الثمن. ما مرت به البحرين عبر السنين الماضية هي أحداث سياسية لها أسبابها التي ينظر لها كل شخص حسب منظوره وتقييمه الشخصي. بفضل الله كل الأحداث التي عايشناها لم تصل إلى المس بالسلم الأهلي قياسا بما نشاهده اليوم في بعض الدول المجاورة، وهذا فخر وشرف لنا كبحرينيين، علينا أن نتمسك به والدفع بالحفاظ عليه مهما كانت المغريات والتغرير المصاحب لزعزعة الأمن والسلم الأهلي. كيف ننمي ثقافة الوحدة الوطنية في أجيالنا؟ هي المرتكز الهام للحفاظ على وحدة هذا الوطن، هم الأجيال القادمة. حسب منظوري الشخصي أن وحدتنا الوطنية لها خصوصيتها التي تختلف عن بقية الدول المجاورة أو غيرها، لذا علينا اليوم مسؤولية قومية تتمثل في التالي: علينا أن نزرع حب الوطن والانتماء لها في قلوب أبنائنا عبر القنوات التالية: المناهج الدراسية بحيث يستوعب الطالب بأن مفهوم الثقافة الوطنية هي الوحدة الوطنية، هي السيادة للدولة والدفاع عن المكتسبات، خطوط حمراء عدم تجاوزها وعليه الحفاظ عليها مهما كانت الأسباب والمغريات.
الكادر التعليمي متمثل في الهيئة التعليمية من المدرسة، من المدرسين للمراحل التعليمية بجميع مراحلها ابتداء من الروضة وانتهاء إلى الجامعة. على الكادر التعليمي مسؤولية كبيرة في زرع الولاء للوطن وإبراز الإيجابيات والابتعاد عن تكرار السلبيات واشترار الأحداث بما يسيء إلى الوطن وقيادته وإلى الأسباب التي أدت إلى حدوث ما حدث. لابد من فتح صفحات جديدة مليئة بالتفاؤل. التكثيف من الأنشطة الطلابية والتركيز على مفاهيم الوحدة الوطنية والتي من خلالها تجمع الطلبة في مراحل تعليمية متنوعة وتدمج المكونات الطائفية والمعتقدات والمذاهب في حب الوطن والعمل على اللحمة الوطنية تحت شعار الدين لله والوطن للجميع. المثقفون وأصحاب الأقلام الصحفية وكتاب المقالات التي سئمنا من كتاباتها إما هي تلوم فئة على حساب فئة أخرى، هنا لابد من تكرار القول وهو ترشيد الخطاب الإعلامي بجميع أنواعه. رجالات الدين، وما أدراك ما رجالات الدين، وللحق أقول إن الحكومة حريصة على أن لا ينفلت أحد من رجالات الدين في التعرض إلى فئة دون أخرى، ولكن السيطرة في غالب الأحيان تكون شبه معدومة إلا ما رحم ربي. نرجع ونكرر مرة أخرى، لابد من ترشيد الخطاب الديني اللي هو بين قوسين المنبر. المجتمع، وأقصد هنا الأسرة، الأبوين أو العائلة، وهي تمثل التنمية والأساس الصحيح لنشأة المواطن. كيف نزرع ثقافة الوحدة الوطنية؟ كيف ننمي حب الوطن؟ كيف ننمي الانتماء لسيادة الوطن والحفاظ على شرعيته؟ كيف نبعد المفاهيم الثورية والتردد والتمرد على ما هو إيجابي ومفيد؟ لن يتحقق أو لن تتحقق الوحدة الوطنية إن لم تنشأ من خلال البيت أو الأسرة أو العائلة. لن تفيد أي برامج إن لم تنطلق من خلال الأسرة. القوة السياسية، الجمعيات السياسية، الرموز السياسية، الناشطين السياسيين، المتابعين للشأن السياسي وغيرها من هم حريصين على الحفاظ على الوحدة الوطنية، هم هؤلاء جميعا دون استثناء عليهم العمل على فتح صفحات جديدة والتطلع إلى مستقبل البحرين برؤية متفائلة لتحقيق التنمية البشرية والحفاظ على دمج المكونات الشعبية بجميع أطيافها تحت مظلة الوطن. التجمعات الشبابية، دور الأندية والاتحادات والجمعيات الاجتماعية والمهنية والثقافية الأخرى، دون دور هام وفعال في استقطاب الجميع ودمجهم تحت مظلة الوطن ورايته بمفاهيم الوحدة الوطنية، بحيث يعمل الجميع دون النظر إلى العرقية والمذهبية والمفاهيم المذهبية والمناطقية، أبناء وبنات القرى والمدن تحت شعار واحد الدين لله والوطن للجميع، والعمل على إيجاد المزيد من الأنشطة التي تقرب المواطنين بعضهم ببعض. أنا متأكد أن عمل الجميع بهذه الروح الوطنية سوف تبقى وتستمر الوحدة الوطنية مهما صادفها من مشاغبات أو إغراءات أو تشويش، لن يستطيع أحد مهما كانت انتماءاته أن ينال من وحدتنا الوطنية ومن لحمتنا الشعبية الرائعة التي تماسكناها وتعاضدنا يدا بيد. من هذا المنبر أطلق مبادرة، وهي من هذا المنبر التقدمي الحر، يشرفني أن أضع كل إمكانيات المتوفرة بجمعية التجمع الوطني الدستوري تحت تصرف أي جماعة أو أي مبادرة تعمل في سبيل السير بخطوات متقدمة للوحدة الوطنية وتقريب المسافات إن وجدت، ونعلنها من الآن أن جمعية جود تمد يدها للمخلصين من أبناء الوطن للعمل في الحفاظ وتنمية ثقافة الوحدة الوطنية. وفي الختام، تمنياتي أن نستمر في العمل، والطريق طويل والوحدة الوطنية هي سر تجمعنا،
وهدف لبناء وطن موحد بكياناته وطوائفه ومذاهبه ودياناته وتعدد أطيافه. علينا أن نتعايش ونحافظ على سيادتنا، وأن لا نفتح المجال إلى أي كائن من كان أن يمس وحدتنا، والمتربصين بالبحرين كثار. إن حافظنا على وحدة شعبنا حافظنا على كرامتنا وسيادة أرضنا، وإن تفرقنا تشتتنا وانفتحت الثغرات لمن يسعى إلى النيل بوحدتنا وتشتيتنا إلى طوائف ومذاهب وكيانات متفرقة. فلنبتعد عن الشعارات التي أكل الدهر عليها وشرب. بفضل من الله إننا شعب واعي ومتحضر منذ الأزل. جزر البحرين وأهلها وقيادتها وقلوبهم طيبة ونفوسهم زكية تحتضن الجميع، لذا علينا أن نستثمر هذه المعطيات لمزيد من اللحمة الوطنية، ولنعمل بجد ونسير بسفينة البحرين إلى بر الأمان. وأنا على ثقة بأن مجرد ما تتحسن الظروف الاقتصادية في البحرين تصبح هواجس الخوف من الوحدة الوطنية في خبر كان. شكرا لحسن استماعكم. وعليكم السلام. خير الكلام ما قل ودل، مثل ما يقولون. بالرغم من قصر طرح الأستاذ عبد الرحمن، إلا أن اللي طرحه شيء غني وفي مبادرة أيضا إلى آخره. ننتقل الآن إلى يا رجل ما عندي، هو أنا ورطوني، أنا أبي أناقش، ما يبوني أناقش، لا ورطوني. ملح أنت؟ فليتفضل الأستاذ فؤاد السيادي. مباشرة؟ لا لا مباشرة. ما يدرس سالفة شنو ناشط، ناشط سياسي في جمعية وعد، بس ما ندري انت عضو للمركزي. اوكي، حلو حلو حلو، تفضل. مسيكم الله بالخير جميعا، واسف في البداية على التأخير لان مشاكل المرور عارفينها اكثر مني. يعني انت، انا حقيقة كنت بودي ان كنت مستمع حق الاستاذ عبد الرحمن، يعني بحيث ما يفوتني وجهة نظر أو رأي يعني قد أقتدي به وقد أخذ به وقد لا، يعني لست بحاجة إلى الرد فيه أو التكراره. لكن عندما نتحدث تحت عنوان الندوة ألا وهو محطات ومواقف في الوحدة الوطنية، أتمنى أن لا أكرر ما قد تحدث فيه أخوي عبد الرحمن إذا تحدث فيما يتعلق بالقضايا التاريخية، أو أن هناك في بعض الأحداث كانت من الضرورة أن نشخص أهمية ودور الوحدة الوطنية في تحقيق بعض الانتصارات على الأزمات. أنا أسميها أزمات، ما بسويها بحيث أنه هو من منتصر وهو من انهزم، وإنما تحقيق ولو الجزء البسيط من مطالب الناس في مثل هذه المحطات. إذا تجاوزنا ما يتعلق ما يعني زخر فيه تاريخنا السياسي سواء كان البعيد أو حتى الحديث من محطات سياسية تمثلت في طبيعة أحداث وحراك شعبي يطالب ببعض المطالب الوطنية، اجتمع فيه الناس بما يمثلون أو ما يمثله هذا الناس من تجمعات سواء كان على شكل أحزاب أو على شكل جمعيات في العهد الحديث، أو حتى على أفراد يعني انبروا ليعطوا دور وطني يجب أن يعني يعتد به ويعبر عن طبيعة المرحلة، ويعبر في نفس الوقت أنه فعلا أن يقف مع مصالح الناس وليس ضدهم. عندما نتحدث عن أحداث مثل أحداث الهيئة التحرير الوطني، أنا أعتقد بأن الهيئة التحرير الوطني أيضا أتت على خلفية احتكاك، خلفية خلافات كبيرة، على خلفية خلينا نسميه يعني جانب طائفي مغيط انبرى فيه مجموعة من الوطنيين
بما يمثلون في ذلك المرحلة من الرأي أو رأي العقل، خلينا نسميه العقلاء من الناس، من السياسيين الوطنيين اللي كانت تأخذهم الحمية الوطنية بأنهم يقفوا ضد هذه الفتنة، واستطاعوا بإمكانيات معينة وبظروف أيضا سياسية في ذاك الوقت قد تكون تختلف عن الظروف اللي نعيش فيها الآن، استطاعوا أن يطفوا فتنة كانت أو كاد البلد أن يغرق فيها بشكل أو بآخر. عندما نتحدث عن أحداث 65 نلاحظ بأن الأرضية الحدث كانت تختلف عن أرضية الحدث اللي كانت في 54. أنا أعتقد بأن يعني أرضية 65 هي فيها بعد اجتماعي أكثر من هو البعد الطائفي اللي كانت فيه حركة 54-56. كانت دور الطبقة العاملة كان الدور الأساسي والمسبب للحدث في ناس ذاك الوقت، وكلنا يعني قد تكون أكثر مني دراية في المسألة بأن أتت أحداث 65 على خلفية موقف لشركة بابكو في تفنيش ما يزيد على 400 عامل والآخر. وأنا أعتقد لذلك كان ذاك الحدث كان له بعد اجتماعي أكثر من البعد اللي كانت ترتكز عليه أو مسبب للأحداث 54. عندما تتكرر الأحداث أيضا والمحطات فيما يتعلق بحركة خلينا نسميها عقب 73، يمكن حركة سياسية أكثر من حركة اجتماعية، لأن أتت على أرضية مطالبات الناس بوضع دستور أو بإيجاد دستور يدير البلد فيها. كذلك أحداث 72 كانت حركة اجتماعية عمالية بالتحديد، وهلما جرى يعني تكررت المحطات لنستطيع أو نبحث من خلالها تجربة وحدة وطنية نحن بشد الحاجة إليها في هذا الوقت، حتى أن تأتي ما بكل أسف يعني غرق فيه البلد من أحداث 2011. أنا أعتقد بأن أحداث 2011 أتت على خلفية ممكن أسميه غدر تراجع عن وعود وعد فيه مشروع الناس استبشرت فيه جميعا، مشروع الإصلاح كانت تنشد الخلاص من خلاله من أزمة عميقة جدا مرت فيها البلد. الحكم والمعارضة اتفقوا على تشخيص أهمية الخروج من عنق الزجاجة. تذكرونه في بداية 2000 الكل تحدث أن هناك في عنق زجاجة لا بد من الخروج فيه. الحكم قال نحن نعيش وبحاجة إلى الخروج من عنق الزجاجة، والمعارضة أيضا بكل ما تمثله من الناس أيضا كانت تقول بأن نحن بأشد الحاجة إلى الخروج من عنق الزجاجة، وبالذلك تم التوافق على ميثاق عمل وطني. في البداية كانت خلافات كبيرة على طريقة صياغته والصلاحيات، الحكم اللي كان يريد أن يجر فيه الميثاق إلى جهته، والمعارضة أو يعني خلينا نسميه الوطنيين لأن بنتحدث عن وطني بشكل أكثر توسع في الموضوع لأن عنواننا أيضا في جانب الوطني، وقفوا بكل حزم وبكل إرادة ليصلوا إلى صياغة ترضي الناس، تستطيع أن توجد أرضية تتوافق عليها ليقول الناس نعم للميثاق. البعض لم يقول النعم ولكن نسبة بسيطة جدا، ولكن البلد استطاعت من خلال مشروع الميثاق الوطني أن تخرج من عنق الزجاجة لفترة بسيطة جدا. الكل بدأ يتفاخر بهذه المرحلة وهذه المحطة، الكل بدأ يسوق هذه المحطة، وأعتقد أن المعارضة السياسية كانت خير مسوق لتلك المرحلة. حتى النظام لم يستطع أن يسوق نفسه ولم يستطع أن يسوق المشروع الإصلاحي بين قوسين كثر ما سوقته المعارضة من خلال ما زلت أتذكر المؤتمر القومي العربي لأول مرة يعقد في البحرين، وجبنا خيرة البشر اللي كنا نتعامل معهم في الخارج وكنا دائما ننشر وجهة نظرنا المعارضة للنظام، وقلنا لهم نحن هنا في داخل البحرين ما زلنا نتقنى بمشروع إصلاحي صدقنا أن يكون يستمر فيه، وسبحان الله ما مرت 10 سنوات وإلا دخلنا في أزمة أخطر بكثير مما كنا عليه في مرحلة قانون أمن الدولة.
إذا أتينا إلى أحداث 2011 بكل ما نتجت عنه من احتقانات طائفية، من هواجس مختلفة قد نتفق أو نختلف عليها، سنرى بأن الأزمة تتعمق أكثر فأكثر في وقت ما زلنا نترفع. أنا أقول ما زلنا المجتمع البحريني بكل أسف سواء كان مثلا في النظام أو حتى في بعض من يدافعون على النظام لم توجد عندهم إرادة واستقلالية أن يقولوا بأن البلد فعلا يعيش في أزمة، ولن يريدوا أن يعترفوا بأن البحرين تمر بأزمة، مع أن المعارضة ليل نهار تقول لا نحن في أزمة حقيقية نطمح للخروج منها، نحاول نقدم الحلول، نقدم المبادرات، نرحب بكل مبادرة وإن كانت ناقصة من هذه المبادرات، وإن كانت بعض المبادرات لنا وجهة نظر فيها. كانت يد المعارضة يعني ممدودة بغض النظر عن وجهة نظر مدى صحتها وعدم صحتها. الآن نرجع للوضع الحالي، ما زلنا للأسف خلال الحين كم 5 سنوات صارت من الأزمة، والأزمة لا توجد فيها أفق للحل بالطريقة المرضية لمكونات المجتمع. أنا ما بقول مرضية للمعارضة، المعارضة عندها طموح أكبر فيها، ولا قد لا تكون مرضية حتى للموالاة إذا كان هناك فيما يسمى بالموالاة فيها. قد تكون مرضية للنظام، هذا شيء ثاني طبيعة أن النظام يريد أن يوصل البلد بهالمسألة، ولذلك لن يبادر في طرح الحلول ولا يرحب أصلا بسماع وجهة نظر وحتى ولو كانت مهادنة. وكلكم تتذكرون مجموعة من المبادرات اللي كانت تعبر عن مواقف تتسم بالوطنية، أنا شخصيا عندي وجهة نظر فيها وسبق أن عبرت فيها، ليس كل من يقول وطني هو وطني، وليس كل من يدعي بالوحدة الوطنية هو حقيقة أنه عنده مصلحة في الوحدة الوطنية، لأن أصبحنا في مرحلة الكل يتغنى بالوحدة الوطنية، حتى المعادين، حتى المفتنين، حتى اللي يعني كل الكلام لا احنا مع الوحدة الوطنية. طيب وين الوحدة الوطنية اللي نبحث عنها؟ ولذلك انا اعتقد من المفيد بحيث لا نكرر الاحداث ان نتكلم عن الماضي ونتغنى فيه، انا اعتقد من المفيد ان نقف حقيقة امام ايجاد تفسير مشترك، خلنا نسميه تفسير مشترك لمعنى الوطنية. ليس من الصحيح أن نفسر الوطنية هي رديفة وهي صاحبة كل إنسان عاش في هذا الوطن، وأيضا أقول أكثر، ليس من الصحيح أن نقول كل من عمل سياسي ولم يستمر فيه، كل من كانت لها مواقف وطنية رائدة إلى آخره وانتكس في يوم من الأيام أو ارتد عليها، سواء كان ارتد على جماعته أو ارتد على وطنه كله، وتبقى الصفة الوطنية عالقة في رأسه بأنه. أنا أعتقد في أشياء خطيرة يجب أن نقف معها بكل شفافية، ومن المفيد أن ندرس تجاربنا، ندرسها ونعيد الوجهة نظر فيها، ويجب علينا أن نمارس النقد الذاتي فيها، مو بعيب أن ننتقد نفسها، يعني لا نتباهى ونتمسك بالماضي ونتمسك بتاريخ يعني أحيانا الأحداث تجاوزتها ونقول كنت كذا وكنت كذا، هو المهم ماذا أنت الآن عليه. ولذلك أنا أعتقد يعني عندما نشخص الوطنية من المفيد أن نقول من هو الوطني، بس كل واحد رز نفسه وقال أنا وطني ومشي، أوكي، يعني اللي وقف مع مظلومية الناس ووقف وضحى بامتيازاته وضحى بكل حقوقه واستعد أن يواجه ظلمات السجون ومات ولده ولا مات أهوه والكذا، هذا وطني. ومن كان قد يكون قال كلمة حق في يوم ما ولكن قام ناصر الظالم في لحظة ما ويدافع عن برامج الظالم ويترفع عن مظلومية الناس، في الأخير أعطي صفة الوطنية، وحتى وإن كان أخي يعني إن شاء الله نكون واحد من داخل بيتي. أنا أعتقد الإنسان مواقف، إذا اختل الموقف
فيجب علينا أن نشخص هذا الإنسان بصفته الطبيعية له، ويجب أن نشخص الناس لكن والله كان أبي أو كنت كذا وكان بيتي وكان كذا. لا، الناس ما تهمها أنت شو كنت قبل، الناس أبي أنت تعطيها الآن. وأنا أعتقد هذه البوصلة يفترض أن نحن نحافظ عليها بشكل أو بآخر في طريقة تشخيصنا لطبيعة الناس وطبيعة أطراف أي وحدة نبحث عنها. للأسف أنا أقول يعني صح يعني شعار الوحدة شيء رومانسي حلم لأي شيء نتمناه، لكن هل يجوز أن ندعو إلى وحدة ما بين ظالم ومظلوم؟ أن الظالم عليه أن يعتذر، المظلوم يريد يعتذر للظالم؟ أنا أعتقد فيها خلل في طريقة يعني سواء كان تثقيف نفسنا أو محاولة تهبيط المفاهيم الوطنية إلى درجة أن يستنكرون على الوطني أنه يتمسك ويستمر في وطنيته، وهذا تثبيط. وهذه أنا أعتقد هي برامج قد تكون مدروسة عند الأطراف الأخرى بأن يفرقوا المفاهيم الحقيقية للناس لنظراته، من يفرقونها من محتواها الحقيقي. ولذلك أنا أعتقد مفهوم الوطنية يجب أن نتوقف عندها بشكل أفضل، ويجب أن نعيد الاعتبار لكل ما هو تحت مفهوم الوطنية، لا نفرط فيها ولا نتاجر. البعض في هذا الزمن للأسف بدأ يتاجر بدماء الناس، يتاجر بالمبادئ الناس تحت يافطة الوحدة الوطنية اللي أصبحت بكل أسف بأنها هي مو نفس المستوى اللي كنا نطمح عليه أنه يجب أن يكون علينا الوحدة الوطنية. أنا لا أريد أن أتطرق إلى أطراف ولا إلى أشخاص، أنا أريد أتطرق لمفاهيم عامة، أتطرق لمبادئ، وعلى ضوء هذا المبادئ بإمكاننا أن نقيس هذا الشخص أو هذه المجموعة أو هذه الجمعية أو هذا الطرف أين يقع من حقيقة الجانب الوطني. عندما نبحث عن الحلول لما نعيشه من أزمات، وخلنا نكون أكثر يعني أريحية فيما يتعلق بالأزمة الحالية، الكل مستعد، أو أنا أعتقد بأن الكل بما فيه الموالاة يعرفون حقيقة الأمر أنه هناك في أزمة البلد يعيش فيها وهم يعانون منها مثلنا، يعني مثل ما كان المعارضة تعاني وتبحث عن حلول، أنا أعتقد أيضا الشرفاء من الموالين، أنا ما أقول المتمصلح، المتمصلح ما يهمه، واللي يريد أن يتاجر بالمشاكل مستعد يخلق يعني المشاكل بحيث تستمر، بحيث تستمر تجارته. أنا أقول الشرفاء من اللي وضعوا نفسهم في الصف الموالاة بوعي أو بدون وعي، بتخوف من الطرف الآخر، بظروف معينة خلقته في هذا الموقع. أنا أعتقد على هذا الإنسان أن يكون أكثر موضوعية عندما يعالج أو يحاول أن يعالج جذور المشكلة وكيف توجد الحلول لها. ولذلك أنا أعتقد يعني مثل ما توجد جرأة عند البعض، عند الأصدقاء، عند المناضلين بأن ينتقدوا بكل أريحية برامج المعارضة ودورها إلى درجة أن البعض يصل إلى حد التجريح، ونقول لها حتى إحنا داخلنا كمعارضة يعني إحنا عندنا بعض الشاطرين في جلد الذات موجودين عندنا هالمسألة، لأن بغل نجلد ذات نجلده فقط لإرضاء الآخر عشان نخلق أرضية مشتركة. لكن أنا أعتقد من المهم أن يتمتع بالجرأة أيضا من يطالب ويشخص الأمور ويحمل الطرف الأساسي في خلق المشكلة. يجب أن نسمي الأمور بمسمياتها. أنا لا أعتقد بأن هو الجرأة فقط تقتصر على المعارضة اللي يعني أوكي من السهولة الكل يطق فيه ويمشي، لكن أين جرأتك على تشخيص ونكران والوقوف ضد ما يقوم به الطرف الآخر؟ وكما يطالب البعض بتنحي قيادات المعارضة وخاصة في أجواء الحوار، وحوار لأن الحلول ما تنخلق بوجود المعارضة الحالية، وكلنا سمعنا هالنغمات، سبب الأزمة هي وجود القيادات المعارضة المتعصبة المتهورة
العقير عقلانية، الغير مستعدة أن تتنازل، إلى آخر من يعني شعارات أو مسميات. لكن هذا الإنسان لا يتجرب أن يقول للنظام أو لأطراف النظام أيضا يتنحى، يعني مثل ما تجرأ على المعارضة وقال على قيادات النظام المعارضة أن تتنحى وتترك المجال حق الناس المقبولين، كان يجب عليه أن يقول للنظام أيضا خلي النظام يتنحى بكل رموزه زين، ويترك للعقلاء أن يبحثوا عن الحلول الموجودة. يجب أن تكون على الأقل الرؤية متساوية في هذا الموضوع. الجوانب الآخر، أنا أعتقد النظام يعني ليس من الغباء بأن يترك الأمور تمشي على سجيتها وتتقارب الناس وتتحابب وتبحث عن حلول حقيقية لمشاكلها. النظام يشتغل أيضا فحل ويصرف الملايين على البرامج وعلى استمرارية الأزمات، بحيث أن هناك في العديد من يستطيع أن يرتزق وراء تلك الأزمات. ولذلك أنا أعتقد عندما يعني نحاول أن ندرس المشهد السياسي العام، أتذكر قبل حوالي 6-7 سنوات أول ما بدأت يعني عملية الانفتاح أكثر وتشكيل الجمعيات السياسية، وكلنا عرفنا البحرين متى تحملت يصير فيها فوق 30 جمعية سياسية، بمعنى آخر 30 طرف سياسي، مع أن كان في السبعينات مكتفي بثلاث ولا أربعة خلينا نسميها تيارات. وفي ذاك الوقت أنا قلت يعني حقيقة أو الأرضية الصحية لمستقبل العمل السياسي في البحرين يجب أن يتكون من تيارات، وكانت أمنية حقيقة عندي، بدل تصير عندي 30 جمعية كان بإمكان نسوي 4-5 تيارات يتعاونون في بعضهم بعض، يدرسون تجاربهم بعمق، يتخلصون من أمراضهم التاريخية اللي ما لها معنى زين، ويكشفون عن حقيقتهم. يعني أنا بقولها بكل جرأة، يعني يمكن حقي أكثر على التيار الوطني لما أقول أوكي أنا التيار الوطني يجب عليه أن يتحد ويبحث عن الحلول بشكل أو بآخر. لا يجوز أن تكون 5 جمعيات 6 جمعيات تحت يافطة الديمقراطية والتيار الوطني. يا ليت كان في تيار واحد وطني واستطعنا أن نحقق حلم كان نحلم فيه كلنا جميعا نظريا على الأقل، لكن عمليا في شوي مشاكل. كنت أتمنى أن التيار الإسلامي، ليش يصير تيار إسلامي إذا أوكي تجاوزنا تيار إسلامي شيعي وتيار إسلامي سني، ما هم كلهم في نفس الجوقة، التيار الإسلامي السني مع بعض والتيار الشيعي مع بعض، ولا تخرج أو لا تبرز مشاكلهم لوقت الأزمات على فكرة. ولذلك أنا أعتقد دائما الأزمات تكشف حقيقة المعادن وتكشف حقيقة ومصداقية أي طرح أو أي شعار سواء كان في الوحدة أو في الوطنية. ولذلك يعني حتى المثل الشعبي إن اشتد يا أزمة كي تنفرجي قد تكون لها معنى كبير في الموضوع فيه. يعني لما تشتد الأزمات أنا أعتقد يعني تصفي حقيقة الناس وأين يقف كل إنسان من ما يجري حوله سواء كان من أحداث أو تشخيص أو تحليل سياسي. أنا لا أستطيع أن أطيل أكثر في هذا الموضوع لأن كنت أشخص في جانب الوطني، وإذا ممكن في الحوار تعطينا أكثر في المتعلق حتى في نقد ذاتنا يعني فيه. أما أنا ما أتكلم عن محطات الوحدة، حاولنا في كل التيارات حاولت الوحدة. أنا خل أقولها عن نفسي، التيار الوطني الديمقراطي تاريخنا فيها كنا نعيش خلافات، أحيانا تحتد أحيانا تخبو أحيانا كذا، لكن كان الدرس الأساسي عندنا إذا لم نحقق الوحدة في أي مجالات نشاطاتنا السياسية والاجتماعية لن نستطيع أن نخلق نجاحات. وهذا تجربتنا في الحياة الطلابية، تجربتنا في الحركة العمالية، تجربتنا في المحامين، تجربتنا حتى على صعيد التنسيق السياسي. كان الهم والهاجس الأكبر يجب أن نحقق نسبة كبيرة من عمل الوحدوي لننجز انتصارات. وفي كل المحطات اللي اختلفنا فيها حتى في عمق الأزمات لم نحقق إلا خسائر فيها. ولذلك دعوتنا وحسنا يعني نفتح مشروع أو ملف الوحدة الوطنية بكل مفاهيمها بكل أريحية لنستمع وجهة نظر مختلفة في هذا الجانب وليتناقش ونخرج بوضع معين يعني ننشده. ومثل ما قلت يعني ما يتعلق بالحوار وما يتعلق بالوحدة ويتعلق بالوطنية، يعني يستحضرني قول أحد الشعراء الأحباب
كما هو كان يتفضل في مشروع الإصلاحي، يعني كنت تدعونا فأقبلنا، فلم نجد في هذه الدنيا سوى محطات بلا ركاب. أتمنى أن نوجد الركاب اللي يمكن يشتركوا معنا في الحافلة ونمشي. شكرا. شكرا أستاذ فؤاد سيادي الذي كان صريحا ومؤتلفا مع طريقة تفكيره ونهجه، وكما رأيتم يعني نوعين من الطرح، فيهم يعني تداخل وأيضا فيهم اختلافات في وجهات نظر. فلنستمع للفارس الثالث علشان الصورة توضح أكثر، الأستاذ فاضل الحليبي نائب الأمين العام للتقدم للشؤون التنظيمية. فليتفضل. مساء الخير جميعا. يعني في محطات ومواقف في الوحدة الوطنية يمكن الأستاذ فؤاد ذكرها، يعني يتعلق بالهيئة والانتفاضة، يمكن احنا بعد بنتوقف أمامها. نحن اليوم بصدد مناقشة واحد من أهم المواضيع التي تشغل فئة واسعة من المثقفين والمهتمين بالشأن العام في البلاد، ألا وهو موضوع الوحدة الوطنية كقضية تمس حاضر ومستقبل هذا الوطن. فهي ليس شعار يرفع في مؤتمر أو عنوان لمقال، فالمجتمع منقسم منذ أحداث فبراير مارس 2011، وازداد الوضع تعقيدا وتأزيما منذ رمضان الفائت، حيث تصاعدت وتيرة الطرح الطائفي وبرز بشكل واسع خطاب الكراهية المقيت في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي والمنابر الدينية. السؤال هنا هو من يتصدى لهذا الوباء الخبيث الذي يفتك بالمجتمع لكي يتعافى جسد الوطن منه؟ أجزم بأنها مهمة ليس سهلة، ولكن هناك تجارب في محطات عدة جرى خلالها إنقاذ الوحدة الوطنية. لهذا سوف أتوقف أمام بعض هذه المحطات المضيئة من تاريخ حركتنا الوطنية والديمقراطية، وهي أربع محطات بارزة. المحطة الأولى هيئة الاتحاد الوطني. في أعوام 1954-56 أطفت هيئة الاتحاد الوطني النار التي كادت أن تشتعل في البلاد بسبب الفتنة المدبرة من قبل المستعمر البريطاني وأعوانه في محرم من عام 1953. يقول القائد الوطني الراحل عبد الرحمن الباكر في كتابه من البحرين إلى سانت هيلانا أو من البحرين إلى المنفى عن فتنة محرم عام 1953: من المؤسف أنه انساق وراء تلك الفتنة العمياء كثيرون من الشباب نسوا واجبهم الوطني وتخلوا عن مبادئهم انسياقا وراء العاطفة الهوجاء، وخصوصا شبابنا المثقف في المحرق. ويواصل: وقد أسفت غاية الأسف حينما علمت بأن منهم من كان يدعي أنه فوق الطائفية والإقليمية وقد انجرف وراء هذا التيار وحمل راية التعصب الأعمى. ويضيف الباكر قائلا: لقد كانت مسؤوليتي كبيرة، فبدأ إطفاء أورار تلك النار التي انتشرت في كل بيت في البحرين، ولا سيما وقد شاهدت بنفسي كيف كان الإنجليز يعملون ذلك في مومبوي أو بومبوي حينما كانوا يشعلون الفتنة بين الطائفتين أو الديانتين الإسلامية والهندوسية. بذل الباكر والشملان ورفاقهم جهودا كبيرة لتوحيد الطرفين من خلال اللقاءات والاجتماعات التي كانوا يقومون بها في المنامة والمحرق، واستطاع الباكر ورفاقه تأسيس هيئة الاتحاد الوطني التي كانت الحدث الأهم في تلك الفترة التاريخية. في الاجتماع الذي تم في ماتم بن خميس بالسنابس في 13 أكتوبر من عام 1954،
وخمسين الذي ضم ممثلين عن السنة والشيعة من مختلف قرى ومدن البحرين، وانبثقت منه هيئة تنفيذية عليا قوامها 120 ولجنة تنفيذية مشكلة من 8 زعماء. أنجزت الوحدة الوطنية، وعلى أثرها تم رفع أهم المطالب الوطنية للشعب، وهي في تلك الفترة: 1- تأسيس مجلس تشريعي، 2- وضع قانون عام للبلاد جنائي ومدني، 3- السماح بتأليف نقابة للعمال، 4- تأسيس محكمة عليا للنقض والإبرام. لم ترق لا سلطات المستعمر البريطاني وأعوانه وحدة الشعب والتفافه حول قيادته الوطنية، فتم الإجهاز على هيئة الاتحاد الوطني واعتقال ونفق قياداتها وكوادرها، فانتهت محطة هامة من نضال وكفاح شعبنا في البحرين. وفي خضم نضال هيئة الاتحاد الوطني، برزت جبهة التحرير الوطني البحرانية التي تأسست في 15 من فبراير عام 1955، وفي أعوام 1958 و1959 تأسس حزب البعث فرع البحرين وحركة القوميين العرب فرع البحرين. وما يميز هذه الأحزاب السياسية انخراط المناضلين في صفوفها من كل المذاهب والأعراق والقوميات، والتي سوف يبرز دورها الكفاحي والنضالي في انتفاضة مارس المجيدة عام 1965. المحطة الثانية: انتفاضة مارس عام 1965 المجيدة. جاءت انتفاضة مارس عام 1965 لتؤكد على تمسك شعبنا بوحدته الوطنية ضد المستعمر البريطاني وأعوانه، عندما تضامن الشعب مع مفصولي شركة بابكو الذين وصل مجموعهم إلى 1500 عامل وموظف في الانتفاضة التي قادتها الحركة الوطنية البحرانية بكل بسالة وشجاعة، عندما وحدت صفوفها في المظاهرات والمسيرات وبالأخص في مدينة المحرق. وكان العمل الوطني المشترك له تأثيره الواضح على الجماهير المنتفضة، ولكن المستعمر البريطاني وأعوانه قمعوا الانتفاضة بوحشية، حيث سالت الدماء الزكية في شوارع وزقة المحرق والمنامة ونويدرات، وزج بمناضلين الحركة الوطنية في السجون والمعتقلات، وتشرد آخرون في المنافي. ولكن الدرس الأبرز في الانتفاضة هو وحدة شعبنا بكل مكوناته وأعراقه وأحزابه، مما شكل قلقا لدى المستعمر البريطاني وأعوانه، خوفا من تحقيق مطالب الشعب العادلة. المحطة الثالثة: مرحلة الاستقلال الوطني وانتخابات المجلسين التأسيسي والوطني. في أواخر ستينيات القرن الماضي كانت الإمبراطورية العجوز بريطانيا تتهيأ للانسحاب من الخليج العربي، نتيجة إلى خسارتها السيطرة على العديد من البلدان في آسيا وأفريقيا واليمن الجنوبي على يد حركة التحرر الوطني المناضلة في تلك البلدان ونيل استقلالها الوطني. كانت الأمور تتسارع، وكان الشاه المقبور يصر على ضم بلادنا البحرين لإيران بعد الانسحاب البريطاني. في تلك الفترة برز نضال الحركة العمالية، وتحديدا في بداية السبعينيات القرن الماضي، وكانت أهم مطالبها تشكيل نقابات عمالية. وما يهمنا هنا وصول لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في نهاية مارس من عام 1970 برئاسة الإيطالي شاردي، ليتعرف على رأي الشعب البحريني بعد مطالبة شاه إيران بضم البحرين. ونتيجة لقاءات المبعوث الدولي مع ممثلين الأندية والمآتم، قال كلمته، وهي أن شعب البحرين يريدها دولة عربية مستقلة ويرفض المطالب الإيرانية. كما سلمت جبهة التحرير الوطني البحرانية رسالة إلى المبعوث الأممي
في فندق الخليج مقر إقامته، تضمنت 8 مطالب أهمها حق شعب البحرين في تقرير مصيره. ازداد نشاط الحركة النقابية والعمالية، حيث توج ذلك بالانتفاضة العمالية في مارس عام 1972 بقيادة اللجنة التأسيسية لاتحاد عمال البحرين وأصحاب المهن الحرة المشكلة من نقابيين الجبهتين التحرير والشعبية، مما سرع في تشكيل المجلس التأسيسي في عام 1973، نصف معين ونصف الآخر منتخب، وصدور دستور في يونيو عام 1973، وبعد ذلك جرت انتخابات 7 ديسمبر عام 1973 التي فاز فيها ممثلو 3 كتل رئيسية، هي كتلة الشعب، الوسط، الكتلة الدينية. وخلال الفترة من ديسمبر عام 1973 إلى أغسطس عام 1975 جرت العديد من الأحداث، أهمها الإضرابات العمالية وتشكيل 4 نقابات وتصاعد النضال المطلبي، وقد ردت الدولة على ذلك بطرح قانون أمن الدولة. وبفضل الوحدة الوطنية والدور البارز لكتلة الشعب، تم إسقاط مشروع قانون أمن الدولة من قبل أعضاء المجلس الوطني، وبعدها تم حل المجلس الوطني في 26 أغسطس من عام 1975، واعتقل العشرات من مناضلين التحرير والشعبية وبعض أعضاء المجلس الوطني، وسادت في البلاد لأكثر من ربع قرن أجواء حقبة قانون أمن الدولة. المحطة الرابعة والأخيرة، العريضتين النخبويتين والشعبية. في عامي 1992 وعام 1994 أطلقت العريضتين النخبوية والشعبية المطالبة بعودة الحياة النيابية وإشاعة الديمقراطية والحريات العامة وإطلاق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين وعودة المنفيين للبلاد. ولأول مرة في تاريخ البحرين تلتقي قوى وشخصيات وطنية ديمقراطية مع ممثلين عن التيار الإسلام السياسي في البحرين على المطالب المذكورة سلفا، في خطوة إيجابية من أجل الخروج من نفق قانون أمن الدولة وتداعياته. تلك هي أهم ملامح المحطات الأربع التي ذكرناها على عجالة، بعض المواقف التي وحدت شعبنا في العقود الستة الماضية، وهي دروس وعبر يجب الاتعاض بها في الوقت الحاضر، حيث الانقسام المجتمعي الواضح والملموس في بلادنا. نعلم جيد بأن المهمة ليست سهلة أمام أي قوة سياسية أو مجتمعية تريد إعادة اللحمة الوطنية لشعبنا وتوحده من أجل حاضر ومستقبل أجيال هذا الوطن، ولكن التجربة الماضية تعلمنا بأن القوة الوطنية الديمقراطية هي وحدها التي تستطيع الاطلاع بهذه المهمة الوطنية باعتبارها قوة سياسية عابرة للطوائف والقبائل، حيث تتوجه نحوها الأنظار لتمتلك جاهزية النهوض بهذا الدور التاريخي الذي هي الوحدة التي هي الوحيدة المؤهلة لأن تقود شعبنا نحوه، إذ ما وحدت إرادتها وخياراتها في برامج مشتركة تخاطب كافة مكونات الشعب وتتغلب على الصعوبات والمعوقات الكثيرة التي تعيق ذلك. وشكرا لكم.